مرحبا بكم مشاهدينا في لاكابسول ديالكم واش فراسك. مجموعه من الناس كيرعفوا فجأة وما كيعرفوش الاسباب اللي كتؤدي لهذا الامر، واليوم من خلال لاكابسول ديالكم غادي نقربكم من الاسباب. ضغط الدم المرتفع من اسباب الرعاف، جروح واصابات نتيجه لعبه بتجويف الانف كيسبب ايضا الرعاف، تعاطي المخدرات عن طريق الشم بالانف كيؤدي لتهيج الاوعيه الدمويه وتعرضها للحساسيه الزائده، واخيرا من اسباب الرعاف هو تعرض الشخص المصاب بالورم الى خروج الدم من الانف. بهذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من لاكابسول ديالكم واش فراسك. كنضرب لكم موعد حلقة جديدة مع موضوع جديد. إلى اللقاء.